أو تعبت نفسيتي ثلاث جهاز برقبتي هاي مره مريضه عندي هاي تعبانه مكرره وياك خطيه وتبيع وياك ايش تعوفني هاي بالشوارع نبيع عيد نرتاح نقعد ناكل يوم نهار ننام بالبيت ماكو ماكو ما مرتاح؟ ما مرتاح كلش ما مرتاح تعبان نفسيتنا تعبت عنها كلها نبيحين نسوق من عندنا نقسم هذا من عندنا ندفع اجار يجي الشهر لو يكمل اجار يدق الباب علينا يقوم يحكي علينا اجار شو نسوي العاد؟ الله وكيلك اخاف اشوفك قاعدين بالحديقه هسه لو عندي خيمه اقعد بيها ولا المذله نكت والله تعبت المذله يا مختصوي شو اسوي؟ يلم العالم علي كل ما وقع ابوي وقع ابوي وقع شو اسوي؟ يقول لي شو اسوي؟ الحمد لله والشكر اكفى الله يلم العالم؟ اي أيوة والله لم العالم علي ابوي وقع ابوي والسكر صعد عنده يدزني العالم شين دو تكتك لو تاكسي توديني تضربني هاي الاوبر كرانا الساعه 10 دقائق ما تحملت بالشمس هاي شو اسوي حجي شو اسوي؟ انت شلون اطفالك متحمل؟ الله وكيلك نطلع الصبح نوبات نطلع الظهر بعز الشمس نوبات متاخر شوي عود نايمين ونرجع تالي الليل كنا هالعريق ناكل بالشارع نشرب بالشارع نتغدى نتعشى طبنا للبيت سدينا بابنا وقعدنا لعنا شغله بجد الله وكيلك ما خليك قرار خويك قواك الله الله حيلك خوي شلونكم؟ الحمد لله عفية رقية عفية خلي ساعدني ابو كرار بهالشمسية هاي؟ اي والله شو وصلكم هيجي؟ شو سوى عيشتنا ما عدنا زين ما حد ليش؟ لا والله بس رب العالم سوى بكم العوز؟ والله بهدلنا كلش عالكيك هذلنا زين سلمتي مريض ومعوق عملية ما عند لا ما عوفه أبد؟ أبد والله ولا تعوفين؟ لا والله أبد طلعين وياه بالشمس شو سوى على جهالي وعلي غير هو مريض يحتاج العلاج ودكتور خاص وهاي شو سوى ما عند انتقدنا ويا ابو كرار البيت المتواضع المستاجر اللي يجي راس الشهر ويقبض روحه بالايجار منول دقه لان ما يملك فلوس الايجار هسه جينا للبيت ابو كرار ولا ذيك الشمس يا معود هسه صدق البيت عندهم شويه حار اي والله شمسه حاره تاذينا كلش بالشمس قاعده اي والله اخوي شو تسوي؟ شو تسوي؟ افطار نطلع الصبح ما نجلى الغروب لو بالليل للبيت. انت والعائله كلكم؟ اي والله كل انا وعائلتي وجهالي نبيع بالشارع شو تسوي؟ شفتونا وين شفتوا حالتنا بالشارع؟ هذا الموجود. انا عندي اروح المدرسه بس يا اهلي عامر. ويلي اهلي عامر. دائما اقول لهم شو انا صدق لا يابا ما عندك احد يلعينك. فيك حنين على ابوك؟ بدت قصة المفاجأة وقصة تغيير الحال ببرنامج ناسنا اتجولنا بالسوق وأجرنا المحل اللي ناسب أبو كرار وقريب على منطقته وعلى بيته اتوجهنا لأسواق الجملة حتى نختار البضاعة اللي نجهز بيها محل أبو كرار اختارينا المواد اللي ماشية بالسوق وعليها سحب يومي هي المواد المنزلية وألعاب الأطفال لأن الناس تقبل على هيجي وهاي المواد تناسب طبيعة أبو كرار وعمله اليومي احنا بهاي اللحظات ننتظر ابو كرار يوصل حتى نشوف ردة فعله بعد ما يشوف هذا المحل اللي صار باسمه وباب رزق له ياكل لقمة حلال هو وعائلته من عرق جبينه من هذا المحل خلينا ننتظر ابو كرار ونشوف شنو ردة فعله هلا ابو كرار شلونك شلون صحتك
فما تعبناك اليوم. رحمة الله على والديك. شلونك؟ شلون صحتك؟ شلون صحتك؟ الله على الله. شلونك؟ يا الله اخا ما روجناك جبناك للسوق هنا. لا اقسم بالله لا والله نعم من الله. ماكش ان شاء الله. بس احنا وين جايين؟ والله ما ادري جايين منو. تقرا 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 ولا لا؟ لا والله لا اقرا ولا ما تقرا؟ لا والله. زين مطلع ما تعرف تقرا. تعال تعال. لا اقرا ولا اكتب. ابو كرار عيني محتاج راسي في عيونك. محتاج كيف شغله للبيت؟ والله محتاج كل شيء بالبيت محتاج. يعني كل محتاج للبيت؟ اي والله كله احتاجه للبيت. ها اي والله. يعني ما عندك مثل الاشياء؟ لا والله. هاي مواد منزليه هاي؟ اي بس احتاج هاي من حاجه هيج حاجه هيج احتاج للبيت اخذني. زين. اي والله. واذا اقلك ذا كله صار انا لك. صدق محتاج والله؟ اي والله. الله اكبر. والمحل صار باسمك. رحمة الله على والديك. محل ابو كرار المواد المنزليه والعاب الاطفال. رحمة الله على والديك. ما قصرت. ما قصرت. الله يخليك الله يرضى عليك ما قصرت. الله يزيد خيركم ويزيد نعمتكم. افرج عليكم. ما تتوقع هذا المحل؟ لا والله. لا والله هذه عيشتنا تصير هيك نعم من الله الحمد لله. محل باسمك وتعوف الشموس. اي والله اخوي متفرغ من التعب. الله يزيدها عليك محتاج في دول عينك. الله انت الصحة وعافية للعالم هاي اللي ساعدتنا والله ما مصدق هذا محلي. سلم الفرة والتعب والذين بالشارع. اي والله يا رب. الله يستر عليك محتاج في دول عينك. الله يرضى عليك. هاي الطفلة رخية. دول عينك محتاج. الحمد لله. الله يزيد النعمة ان شاء الله عليك وعلى امك. اي والله ما مصدق يا اخوي هذا محلي. حتى انا ما مصدق لحد الان والله. والله؟ بالعينك الله يرضى عليك محتاج. ما قصرت. ما حد كروج؟ ايه؟ اي والله نقعد بيه نشتغل بيه. شنو اغنيتك؟ وهسه نعمة من الله. الله يزيد خيرك ونعمتك ان شاء الله. بعد ما اطلع بالشارع؟ لا ما يطلع. هذا محلك تقعد فيه ان شاء الله. الله ان شاء الله. دول عينك محتاج ما قصرت والنعم منك. هذا كله خير الله وخيركم. الله يزيد عليك خير الله. الله يزيد عليكم وجاه حبيب محمد. الله يزيد خيرك يزيد نعمتك ان شاء الله. ما قصرت والله. محل لك بعد. والله لحد الان ما مصدق. صدق ابو كرار. والله ما مصدق لحد الان. الله يزيد خيرك ونعمتك ان شاء الله والنعم منك. يزيدها عليك يفرجها عليك وجاه حبيب محمد. على العالم هاي. يعني محل اقعد فيه يعني ابيع فيه واقعد فيه وهاي لي؟ اي. دفعنا ايجاره كم؟ الله يرضى عليك. زين؟ الله يبارك. ايجاره دفعناه. دول عينك. جهزناه هذا كله تجهيز. دول عينك. الشباب هسه جاي يكملون بالجو بعد. ان شاء الله. بس احنا ما ردنا ناخر عليك الفرحه. دول عينك الله يرضى عليك محتاج. الله يزيد خيرك ونعمتك. ابو كرار. عين دول عينك. انت بعت هذا المحل تقعد فيه. الحمد لله نعم. عقب الفرة يعني بعد ما اطلع افتر ولا من ما اطلع بعد فترة. الله يرضى عليك الله علاجك دول عينك يطلع من هذا المحل ان شاء الله لقمتك انا قلت بالحلال ان شاء الله نطلع نحصل لك بيض الله يزيد خيرك انت تاكل لقمه حلال ان شاء الله ما دامك تشتغل وعرق جبينك ان شاء الله في دول عينك الله يرضى عليك الله يبارك فيك طب شوف المحل؟ ايه يلا يلا اللهم صل على محمد وعلى محمد نعم فضيله الحمد لله